إيه بس هيدا الشيء ما بيبرر له تصرفاته لهادي. بعرف، بس كنت بدي اياكي تعرفي الحقيقة. هيدي الحقيقة كان لازم أعرفها من جوزي مش منك. لو كنت متأكدة 1% إنه حيخبرك هادي ما كنت خبرتك. أنا بعرف كيف بيفكر أكتر من أي حدا، ما رح يخبرك حتى لو وصلت للطلاق. أنا عفيتي غيرت تيابي وضهرة شوي مشوار، أوكي؟ لوين؟ ما تنسي بعدك ضهرة من المستشفى أمي، بعدين ما عرفتينا بالدموازيل أو بالمدام. معلش أمي بعدين، عن جد ضروري عندي مشوار ضروري لازم أعمله. يوسف أنا بالي مش مرتاح. مين هي هيدي البنت؟ بعدين شو إلهم ساعة عم يحكوا برا؟ حبيبي حبيتي؟ ليش في ما ينحب؟ ما قلتي لي شو اسمه؟ سامر. سامر شافوا هادي شي مرة؟ لا، ولا حتى سأل عنه. تأخرت البنت يا يوسف. هلأ بترجع. ما تتخبصن علي، أكيد أنت بتعرف وين راحت لحتى هالقد أعصابك رايقة. عم بقلك لا، بس ترجع منعرف وين راحت. لكن ليش تركت سلوليرة هون؟ أو لك هادي هو اللي بعتها للبنت؟ تلفن له اسأله إذا حكيها أو لك. شو قصتك؟ أحياناً بصير تحكي مثل المجانين. عم بقلك هلأ بس ترجع بتخبرنا كل شيء. هادي بحياته ما كان يأمن بشيء اسمه حب. ما بعرف كيف تعلق وحبك هالقد. كنت جنيتي لو شفتي كيف ألعن من البيت وتخلى عني. كنت حبل لبستني برات البيت. أنا حبله بس هادي بعد ما معه خبر ولا حدا بيعرف. ما بدي يفكر انه رح ارجع له لانه عرفت اني حبلي. بس بزيت الوقت زعلانه منه انه مخبى علي. ما فيني ارجع له وهو منه مخبرني القصص اللي انت هلا خبرتيني اياها. المفروض هو يكون مخبرني اياهم. اذا ناطرتي تا يخبرك ما رح يقول لك شيء. هيدا خيي وانا بعرفه اكثر من اي حدا. هادي حدا كتير حنون وقلبه كتير كبير بس مقهور. صدمة الطفولة ما انمحت من خياله أبدا. صدمة الطفولة؟ حكينا كتير، تأخر الوقت. بعد بدك توصليني على الأوتيل قبل ما ترجعي على البيت، ما هيك؟ لا ندى، عن أي صدمة عم تحكي؟ ريما بليز ما بقى نحكي بالموضوع. إذا بتحبي لهادي عن جد ارجعي لعنده. كوني أنت الدواء والعلاج لإله. في بعد كتير قصص ما بعرفها؟ ألو؟ أهلاً هادي. عمي عم بتلفن لريما، ما عم ترد. بهالشي؟ لا عمي، ريما نايمة. ايه منيحة منيحة، ما تعطى الهم. أكيد بس توعى بخبرها إنك اتصلت. مع السلامة. ليه كذبت عليه وقلت له إنه ريما نايمة؟ Thank you.
شو يا سحر؟ أنا أول ما فتت الصبح لقيت الدنيا قايمة قاعدة، دغري دقيت لمسيو إلي وهو إجا وبلغ عن السرقة. بس ما في أي أدلة عن خلع أو كسرة ولا شيء منه. أنت أكيد ما حدا غيره معه نسخة عن مفاتيح المحل؟ إيه متأكد، لأنه لما سحر استلمت الوظيفة غيرت كل قفولة المحل، وعادة بعمل هالشي كل ما أجيب موظفة جديدة. يا عمي والله أنا ما سرقت، أنا صار لي زمان بشتغل هون، ولو بدي أسرق ما كنت نطرت لهلا. هلا بالتحقيق كله بيبين، إن شاء الله تكون الكاميرات لقطت كل شيء. مسيو إلي بليز بليز قلن إنه أنا ما خصني، وقلن قديش أنا أمينة. الأشياء اللي انسرقت حسب تقديري أكثر من 200,000 دولار. إيه وما عرفتوا وين كانت؟ أنا ما عرفت شيء تقبريني، بس بيك أكيد عرف. ما بيضل قاعد هو أختك بشبشة، بدك شارلوك هولمز يخبرنا. ومين هالبنت؟ وشو اسمها؟ يي ما تجننيني نورا، ما عم بقلك أنا ما بعرف، ترجع بتسألني. طيب أمي طيب، ما بدها هالقد. أصلاً أنا آخر همي أخبار أختي، من وقت ما تجوزت أنا ما بتدخل بحياتها، هي قالت لي هيك. أيمتى قالت لي؟ مرحبا. أهلا نورا، كيفك اليوم بابا؟ الحمد لله. شو إن شاء الله توفق جوزك بالشغل اللي راح شافه؟ لا ما مشي الحال، صار شايف مليون شغلي ومش عجبه العجب، قال إنه هو معود على قعدة المكتب، ما بده يتبهدل ويشتغل تحت إيدين العالم. ابن خرم بيك. تعرفي رح أجرب روح لعن طارق وأطلب منه يدبر له شي شغلي عنده بمعمل البلاط. يا ريت. مرحبا هنادي. مرحبا عمو نجيه. تعي 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 لشوف. شو أهلك مش بالبيت؟ ما بعرف، دقيت وما حدا فتح لي. طيب تعي انطري أهلك عندي. لا بفضل انطرهم بالبيت. تعي ناكل أنا وياكي شي طيب لكانوا إجوا. لمين بتضلك تجيب شي طيب؟ ليلك يا قلبي، ليش أنا عندي أغلى منك؟ أوكي رح فوت غير تياب المدرسة وانت طالع عنا. مثل ما بدها الأمورة، مع إنه عندي بنكون مرتاحين أكتر. ما فهمت. ماشي ماشي، روحي روحي وهلأ بالحق. إيه ريما؟ هاي هاي، طلبت من جويس ما تخبرك إني هون، كان بدي أعملك سوربريز. ايه وفاجأتيني. خير هادي، انا رح اطلب من البنك اجازه بعد، بدي امددها شهر، هيك بنكون انا وياك اتفقنا على كل شيء قبل ما ارجع الشغل. اوكي شنك جيتي معك؟ لا جاي لك شغله تانية كمان. في شيء تاني؟ وقت ترجع ليلى على البيت رح تلاقيني هونيك. ما بدي نحكي بشي هلا، اوكي؟ عنا كتير قصص نحكيها بالليل. طيب انا رح اتركك تشتغل، رح امشي. على فوق رح اقطع اشتري هديه لهنادي لعيد ميلادها واقطع لعندها اعطيها اياها، اوكي؟ اشتري اثنين، واحده منك واحده مني. اوكي. كله تمام؟ أنوار. أهلا أمي. شو عم تعمل؟ خير، شو بدك؟ شو في؟ إجا صاحبك سليمان. والله؟ مرحبا أنوار. هلا سليمان. أمي بتتركينا لحالنا شوي؟ روح أمي.
سلمي؟ رحت وراقبه ما قلت لي. اجت دارك واخذوا سحر معونا. ما صار جد اقول لك على التليفون، فكرت الخطوط مراقبه. تحممت بالكولونيا؟ عجبتك تسوي بريحتي يا قلبي؟ لا كثير قوية. ما تخافي بكره بتتعودي عليا، ما بتعود تضايقي. قلت لك ها. شو عم تعمل عمو شيخ؟ ماشي حبيبتي ماشي، عم غنجك. بس أنا ما بحب إنك تغنجني هيك. بدك تحبي يا عمو، بدك تحبي، لأنه عمو وجيه بده هيك. عم بتخوفنا عمو وجيه. ما تخافي حبيبي، روقي وشوفي شو رح تكوني مبسوطة لما غنجك أكتر. مش عم صدق، بعد كل اللي عرفته بعدك بتحبني وصرت تتجوزني. بتعرفي شغلي؟ انه اكيد مخصص اللي عرفته لاني بعدني بحبك. ايه بس ان شاء الله ما يجي نهار وتندم. ندى، نحن حكينا كثير بهذا الموضوع، ومثل ما قلت لك انا مستعد لكل شيء. ايه بس بدك تفكر منيح، مش سهل الواحد يتبنى ولد مش لإله، خاصة إذا ما كان شرعي. مش هينة بالنسبة لإلك، بالنسبة لإلي أنا اللي بهمني وأنا بحبك وأنت أمه. المجتمع. أنت بتعرفي كثير منيح ندى، أنا ما بهمني المجتمع، هذا المجتمع الفاسد المريض المعقد اللي بيحكم بدون ما يحاكم. ما بعترف إلا بقناعاتي، وقناعاتي بتقلي إنه الإنسان حر يعمل اللي بده إيه، شرط ما يأذي حاله ولا يأذي حدا. بعدين نحن اللي عم نعمله ما عم نأذي حدا، ما هيك؟ ناضحة تأهلك. ما بحياتي سمحت لأهلي إنه يدخلوا بحياتي الشخصية ولا بقراراتي، ولا هالمرة رح أسمح لهم، وهني ما رح يتدخلوا هلا أصلا. أنت ما بتعرفي أهلي open minded ولا نسيتي. ليش؟ لأنهم عايشين بأمريكا مش بلبنان. خالتو أنا كثير بحبك ابني. شو صار؟ يا دلي أنا شو صار؟ شو بك يا حبيبتي؟ شو صار؟ لك شو صار؟ أنا خايفة من هادي بس يعرف. خلصنا بقى ندى، خلصنا. لازم حدا يحط هادي عند حده. لازم حدا يقول له إنه هو إنسان بلا إحساس وبلا مسؤولية. ما تحكي عنه هيك، بليز. شو بك ندى؟ كأنه شفت الشبح. كأني شفت شبح. مين شفتي؟ ما حدا. خلينا نمشي. يوسف انت بتعرف انا بحياتي ما رفضت لك طلب، بس بصراحة شو بدي شغله لفادي عندي يعني؟ يا زلمة فيك تدبر له اي شغلة، فادي حاسب وذكي وشاطر وعنده خبرة سنين. الشركة اللي كان يشتغل فيها لو ما فلست ما كانت استغنت عنه، كان بقي فيها. بيناتنا أنا من زمان فكرت إني وصفه عندي، بس ما بعرف خي، هالعلاقة بين القرايبين بالشغل مش كتير ظابطة، مشان هيك ترددت. شو دخل هاي بها؟ شو هالحجة؟ القرابة قرابة والشغل شغل. بشرفك هلا أنا اتصلت فيه وقلت له لاقيني هون وقرب يوصل، ما تسود لي وشي قدامه. وحياة الله يا حضرة الضبط، أنا ما خصني ولا أنا مظلومة. بس ما حدا معه مفاتيح المحل وجوارير غيرك، وصاحب المحل عم يتهمك أنت بالسرقة. حتى لقطات الخيالات تبع الكاميرا بتأكد إنه الحرامية كانوا اثنين. سحر، وين المسروقات؟
ومين شريكك؟ شريكي؟ وقفي! مين سمع لك تعدي؟ يا عمي والله أنا ما سرقت، وحياة الله ما سرقت، بشو بحلف لك بعد؟ عن جد بشكرك خيي طارق، هيدا معروف مش رح أنسى لك إياه كل حياتي. لا يا فادي ما تعتبره جميل، أنت بحاجة لشغل وأنا بحاجة لموظف. الله يحفظك، بس في عندي طلب، يعني إذا تعمل معروف تمشي لي الضمان هيدا أولوية بالنسبة لي. ماشي، بعدين نحكي بكل التفاصيل. بالإذن. ألو إيه؟ شو؟ ما عم بفهم عليك نورة خب. شو بها نادي؟ وريما كمان؟ لك وقفي بكي وخبريني شو بهون؟ كتر خيرك يا أم أمين، عطول معذبتك معي. يا عيب الشوم عليك يا أم أنور، قلنا أكثر من 25 سنة جيران وبعدك بتقولي لي نفس الحكي كل ما عملت لك شي طفخة. هاي قلتي يا بلسان، أكثر من 25 سنة وإنتي بتساعديني بالطبخ. سبحان ربنا ما بيبلي إلا ليعين. راح نظري بس الله بعت لي إياك تطلع علي من وقت للتاني. كحازم رفع حيلك جميلك أم أنوار، ما أنا ما في طبخة بطبخها إلا ما بأخذ منها حصتي. ناس لبعضها. أمي أنا ظاهر. اطلب لي خالك يوسف قبل ما تظهر واسأل لي إياه ليه بعد ما إجا، على أساس بده يطلع علي اليوم. ماشي ماشي. أعطيني الملح يا أم أمي. تفضلي. انزعج ابني ما هيك؟ صحيح يا عمي، أنت رح تجننيني. كيف كل مرة بتعرفي حركات ابنك لما بينزعج منك وأنت ما بتشوفي؟ ما أنا عطول ابني بينزعج مني كل ما أطلب منه شيء. يا أم أمين الشغلة مش حزورة، بدك لجات. لما الإنسان يفقد نظره بيصير يقشع بوضوح، لأنه بيشغل إحساسه ليقشع فيه. حكم يا أم أنور، عم يطلع من تمك حكم. أم أمين بدي إياكي تروحي تجيبيلي كم غرض من السوبر ماركت وشوية خضرة. الله يرضى عليك. شو مبحبحة اليوم؟ 100 دولار فرد شقفة؟ الله يخلي اللي بيعطيني. ليكي ضبيها أحسن ما يشوفها أنور وياخدها مني، البيت ناقصه 100 شغلة. وين ريما؟ فوتوها على العمليات. طارق شو في بالعمليات؟ قد ايه بالعملية؟ ما انتبهنا للوقت. عمي ليش ما قلت لي؟ ليش ما تلفنتوا لي قبل؟ هدي بشرفك روق. ما حدا منا كان واقع شيء، ما عرفنا كيف جبناهم على المستشفى و جبناهم؟ مين جبناهم؟ مين هن يعني؟ عمي احكي. يا حبيبتي يا بابا. بس لو في أعرف شو صاير معك. أنت كان لازم تفهمي شو صار معها. من مين بدك ياني افهم؟ من اختي اللي كانت غايبه عن الوعي، او بنتك اللي كانت عم تبكي وتصرخ وما عم تفهمني شو في؟ شو بك؟ شو بك بتضلك تلومني لإلي يعني؟ شو عم تقولي انت سمر؟ هيدا اللي فهمته من طارق. يلا فوتي غيري ثيابك لحتى اخذك على المستشفى. يا رب دخلك هالمصايب، كيف عم تنزل على راسنا؟ مش عم تخلينا ناخذ نفس؟ وما عرفتي كيف صار وشو صار؟ لا يا خالتي، كل اللي عرفته انهم بالمستشفى. خلينا نروح هونيك منعرف كل شيء. طيب يلا 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 رح اغير من قصر. دقيقة بنتي، يلا دقيقة. انت لشو روحتي كل يوم لعند اهلك وما بترجع الا قبل دوام البنت بشوي؟ وهلا الاب شاء انك صبيتي لها مفتاح وقلتي لها اذا جيتي وما لقيتيني فوتي على البيت. وكنتي شو عم تجعلي من اول وجديد؟ مفكره حالك بنت 20؟ فيك ما بقى تحكي بالطالع وبالنازل؟ على القليلة أنا إذا رحت عند أهلي روحتي إلى إفادة. بي عم يعطيني قرشين وأمي عم تعبيلي تابروير أكل لأكل أنا وياك وبنتك. مش مثلك عامل حالك عم تفتش على شغل ومقضيها تقحنك مع أصحابك ولعب طاولة. لك خلصيني من هالسيرة بقى.
يوسف شو طمني حدا يقول لي شيء على البنات. طولوا بالكم روقوا، هنادي بالاوضه ونوره مع وريما بالعمليه. هنادي؟ ليش شو صار؟ ليش هنادي كانت مع ريما؟ ايه فاتت نورة عليهم، لقيت وحده غايبه عن الوعي وحده عم تصرخ. يا ربي داخلك، كيف يعني وحده غايبه عن الوعي والتاني عم تصرخ؟ منى روقي، لحد هلا نحن مش عارفين. طيب هلا طمنونا شو وضعهم بعدين؟ ريما عمليه شو عم تعمل؟ استعملت المفاتيح لانه ما عندي حدا. مامي ماما شو بك يا قلبي شو بك يا حبيبي؟ اهلا تفضلوا. الحمد لله على سلامتهم. الله يسلمك. عملنا المستحيل نحافظ على حياه الام والبيبي. بيبي؟ نعم. وفي عليها خطر؟ كل الاحتمالات موجودة، والأهم ما يصير في مضاعفات. مدامتك أكلت ضربة كتير قوية ونزفت كتير. ضربة؟ ضربة من مين وكيف؟ شو صار لها؟ بالإذن. شو صار لها ريما؟ انت شو جابك لهون؟ ماشي شفتهم برا، قالوا لي هي بالعمليات، جاي اطمن عنها. بتعرف انه انت اوقح شخص شفته بحياتي؟ لا لا عرفت لك انا. حول حالك وفل من هون يلا. مش ظاهر قبل ما اطمن على ريما. عم لك فل من هون. مش فلل، ما بعرف ليش هالقد بتكرهني وليش هالقد مزعوج مني، معني انا مش عامل لك شيء، ما تكون غيران من ليلة الماضية. أنا ماني شايفك تأكرهك أو حبك، بس ما بعرف ليش هيك سبحان الله بس شوفك بنزعج. بلكي لأنك بتغار مني عريمة. فل من هون عشان خليهم يفللوك بالقوة يلا. قصاص ندى صار قريب وبلشت احفر لها قبرة. بلا بلا، ورح فرجيكي بعيونك شو رح اعمل فيها لهيدي اللي بتضلي خايف عليها، لانها وسخه مثلك، كل جنسكم وسخ. ايش تلعبي دور الضحيه؟ كل اللي صار بسببك ومن وراكي. ونصيحه، ما بعد جربي تشفقي له قلبه لهادي عليكي، لأنه إيش يا بشاعتك من زمان؟ إذا أوقات بتعاطف معك بس لأنه بيكون شفقان عليك. بتعرفي؟ أوقات بحس إنه هالبيت كبير عليك، ولك أنت الزريبي وكتير عليك. قصاصك على كل حال بعده بأوله، لأنه اللي موكلني بعد ما أوحي لي إنهي لك حياتك. من هون لوقتها في عندي اشياء كتير اعملها. اول شيء قبر ندى. يا ربي يا ربي. برايك جمالك هو التيكت تبعك للفن؟ انا ما بركز بس على الجمال، بركز على الموهبه. بدي أشكر مدير أعمالي أستاذ هشام
لوقفته حد يلي أول غنية لح تكون من إنتاجه. إيه؟ طالما في مصاري أهين شي الشغل بالفن بالأيام. دموزيل ساندرا بتشكرك. أسئلتك والمقابلة كتير حلوين. Thank you. هيدا تمن الغلاف. وبعد إذنك مش من قيمتك يعني هذا مبلغ صغير لإلك. بدي أول مقابلة لإلي تكون بتعقد. بدي من أول مرة أصير فنانة مشهورة. استوفلو. طيب بالإذن. Thank you. يا أهلا. أهلا وسهلا. أنا صراحة جيت لحتى أشوفك وجه لوجه حتى أتشكرك على كل شيء عم تعملي معي. بس ما ضروري الكل يسمع. صراحة أنا بعد ما نزلت على البنك لحتى أعرف إذا صار في مصاري بالحساب أو لا، لأنه حضرتك طلبت مني هذا الشيء مثل ما خبرتك على التليفون إنه جبت المجلة وشفتها. أنور أنت تفهمني غلط. ما في مشكلة إنك تنزل تشوف الحساب. بالنهاية أنا حطيته باسمي واسمك، وعلى فكرة أنا ما حطيته باسمي واسمك لأن ما عندي ثقة فيك، لا بالعكس أنا حطيته باسمي واسمك لأنه بتعرف يعني أنا قد ترجيتهم للمجلة ويحطوا هذا الموضوع. بالنهاية أنا قلت لك إني ما عم بحطوا هيك أشياء بقى. مع إنه هذا الشيء بيفيد ناس كتار، حرام يتوقف. بتعرف يعني بوجود الإنترنت والسوشيال ميديا وبرامج التلفزيون والإذاعة، يعني نحن كمجلة خبر مدفوع لو شو ما كان أحسن من خبر ببلاش. بالنهاية تتسكر المجلة ومنقعد ببيوتنا، بس كتر خير الله يعني نحن بعدنا واقفين على أجرينا. معك حق، معك حق. نروح البنك نشوف البنك. بتعرف تأخر الوقت. شو رأيك بدك تمرق علي بركي جمعة الجاي أو بكرة؟ بكرة الظهر إذا بدك بنلتقى وبننزل سوا على البنك. تمام. طيب أنا هلأ رح أتركك لوحدك تكملي الشغل. Thank you. طيب سؤال بس، حكيت معك شي سحر اليوم؟ لا لا ما حكيتني وأنا ما فضيت أحكيها. ليه بدك شي؟ لا طيب باي. أوكي باي. سحر يا سحر، شو في؟ قالوا لي عيستيني. يا سيدنا تفضلي. شو في؟ بدي خبرك شي ضروري. تفضلي. انت كيف فت لهون؟ كنت مفوت عادة. انا لا بدي اذن لو بدي انطر السكرتيرة تقول لي اوكي لفوت على مكتبك. هذا كان قبل ما. على كل حال اوعى تخليني اشوف صورة وجهك هون. اوعى تجرب بعد اليوم تدعس ارض المعمل. فاهم؟ انه فكرك باللي عم تعمله قدر تبعدنا عن سمر؟ شو عم تقول لحيوان؟ لا يا طارق. انت بيطلع منك هيك حكي؟ يمكن لازم ارجع ذكرك انك من خالتي، يعني نحن قرايب ومثل بعضنا. سكر دمك، لانه هذا الشيء اللي ذكرته هو الوحيد اللي ما خلاني اتشكى عليك وزدتك بالحبس. روح تشكى. اطلع لبرا، اطلع لبرا. مش قبل ما تسمعني، انا وسمر بنحب بعضنا من زمان، كنا متفقين وعملنا لعبه عليك لتقبل نفتح مكتب هندسه شراكه لنكون حد بعضنا. قبل اشوف صوره وجهك هون. اطلع من هون، اطلع! اشرف لك تسمعني لحالك مش مع كل الموظفين اللي عندك، لاني ما راح اسكت الا ما اقول لك اللي جاي اقوله. سمر قرفت من العيشه معك. انت وين وهي وين يا طارق؟ انت انسان جاهل انجا بيعرف فك الحرف، وهي مهندسه قد الدنيا. يعني ما في تواصل لا فكري ولا علمي بيناتكم. اما انا مهندس مثل مثلها، في كثير اشياء بتجمعنا.
سمر ما بقدر تكفي حياتها معك لأنها بتحبني لإلي، بس مش قادرة أقول لك الحقيقة لأن حاسة حالها مديونة لإلك. فكر منيح وما تكون أناني. وينها هنادي؟ ريما بليز روقي، بليز 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 خليني اشوفها، بليز بليز بدي اشوفها. وينها؟ اوكي بس ما بتهزي من هون. وين هنادي؟ هنادي منيحة؟ انت ليه عم تعملي بحالك هيك؟ ما بعرف شو كان صار فيها لو ما وصلت على الوقت. انتو كيف بتعملوا هيك وبتتركوها مع هيدا الحيوان يا نورة؟ اي حيوان؟ حبيبي ليش تأخرت؟ كنت رح أتصل فيك. بك شي مش على بعضك؟ لا ما تقلي صار شي مع هنادي أو ريما. لا ما تخافي، أنا انشغلت شوي بالمعمل. أنت مبسوطة معي سما؟ بس أنت ليش عم تسألني هيدا السؤال؟ جاوبيني. أكيد مبسوطة معك، بحبك قد الدنيا كلها. طارق شو عم بيصير معك؟ شو اللي مضايقك؟ مين اللي اتصل فيك وقت اللي كنت بالمستشفى؟ بتمنى ما تكذبي علي. هلأ هيدي الشغلة البلا طعمة هي اللي شغلت لك بالك؟ ليكي سمر ما تخليني اخد تليفونك وحط عينك. ها طارق انت شو عم بيصير لك؟ بحياتك ما حكيت معي بهالطريقة هيدي. بحياتك ما سألتني مع مين عم بحكي او مين اتصل فيي. ولا ترتاح؟ ايه جاد هو اللي اتصل فيي وانا ما رديت عليه، وهيدي مش اول مره بيتصل فيي وما برد. بس انا كنت مقرره انه غير رقم تليفوني، ما خبرتك عنه، خفت انه ترجع تروح تعلق معه ويأذيك. خفتي يأذيني ولا انا اللي أأذيه؟ بالحالتين انت اللي رح تنأذى، وانا خفت عليك انت. بشير يا حيوان، روح لك روح. بشير افتح الباب، روح خلص. قال لي روح افتح الباب، روح خلص وصلنا. روح دوريتك وأمن، هون بيت أنور إبراهيم؟ أنا عمية يا ابني، ما بشوف. شو بدكم من ابني؟ ابنك مطلوب بدنا إياه. شو؟ واقف عندك، واقف، إيدك في الجو.
دك بسو اتركوه. أنور أنور لوين بدكم تاخدوه؟ أنور شو عامل يا أمي؟ شو عامل؟ شو عامل يا أنور؟ أنور رح يسانت الذهب هون، يلا مسيح أنور يا أنور أنور لوين اخدينه؟ لوين اخدينه؟ لوين؟ لوين اخدينه لأنور؟ يا أنور لوين اخدينه؟ بدون ابني أنور يا أنور أنور يا أمي لوين اخدينه؟ يا بلا قلب وشيل يا حيوان وشيل يا حق وشيل طلع فاديوها وانا بدي امسك لك انا بدي امسك بايدي انا يا وحش انت انا بدي امسك بايدي لك انا بدي اشفي غليلي منك انا بآخر هالليل الله يستر إن شاء الله ما يكون حدا من المستشفى جسمي عم يرجف كله سوا رد ألو إيه نعم مين حضرتك أخذوا أنور على الحبس يا مرتخي على الحبس؟ ليش شو عامل؟ خليها ترتاح وبعدين ما نخبرك قربي عاد قربي منيرة عادي قربي قربي أختي قربي قربي عادي عم أهلك حقيتوا عملوا شي عامل كبير لحتى أختك فارطة بالبكي هيك جيبي لك ببيت معي يلا خير خير الله يسترنا من تليفونات اخر هالليل اللي هيئتها مش رح تمرق على خير الو كنت بدي اوصل لعنده وانا اطلب ايدي ابن الكلب درك اخذوا افادتنا بدهم يجوا حتى ياخذوا افاده ريما وناديه مش عم صدق انه في رجال على وجه الارض ممكن يفكر يعمل اللي عمله وجيه فوتوا على بيتي وعملته مثل خي عشرفه مش يمكن لو أنا وياك ما التهينا بمشاكلنا وانتبهنا شوي لبنتنا ما كان صار اللي صار لك عينتك لك انت أمه انت كان لازم تنتبه عليها انت وانت بيا يلي عمل هيك مع بنتك هو صاحبك صاحبك يلي ملفيك اليوم لعنا على البيت كل يوم تلعب طولة انت وياه أنا من الأول ما كانت عجبتني طريقته ساعة بجيب لها بومبون ساعة بجيب لها شوكولا وآخر شي بجيب لها لابتوب ليش ما قلتيلي؟ ليش ما لفتتيلي نظري إنه طريقته مش عجبتك؟ ليش أنا لو قلتلك أنت كنت صدقتني؟ لك خلصيني بقى حاجتي تفلسفي بلا طعمة كل واحد منا عم يزت على ظهر التاني الحمد لله إنه وصلت أختك ولا كانت بنتي هلا ما حدا بيعرف شو صاير لها اسمعي من اليوم بالرايح عينيك عشرة عشرة عليها اثنيناتها بدنا ننتبه عليها ليل نهار عم تفهمي المريضة منيحة بس مع الأسف خسرت الجنين